الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الغدا بتاعنا فراخ محشية رز. فراخ محشية رز، بس ايه؟ بمزاج كده، حاجة كده هتشوفوها، حاجة جديدة وبمزاج وليها طعم تاني خالص. اول حاجة عملتها، انا جيت معاكم على البوتاجاز على طول عشان ما ناخدش وقت. حطيت حلة فيها شوية من الزيت الذرة على سمنة، وهنولع عليهم عشان يسخنوا، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. بالاول كده السمنه مع الزيت بتاعتنا بتسخن، هنزل عليهم بصله اهي، انا كده بعمل البصله بتاعت الرز. يعني هنبتدي نعمل الرز الاول عشان اوريكم احنا هنعمل ايه فيه. برضو مش هنحمره قوي. امتى نحمره قوي؟ هنحمر ده ونخلي لونه غامق شوية لما نكون بنعمل حمام، لكن عشان الحمام من اللحم الاحمر اللي هو زي البط وزي الحاجات دي بيحب البصلة المحمرة عشان ما تعملش زفارة معاه، لكن الفراخ عشان من اللحم الابيض بنعمل معاها البصلة بتكون بيضة، يعني يدوبك دبلانه، بس هنحط لها شويه من الملح عشان تبقى دبلانه كده معانا تدبل بسرعه. نبتدي نحط شويه من الملح، شويه صغيره بس عشان تدبل، عشان ما يبقاش الحقيقه عندنا بعد كده حالي. طبعا البصله اللي انا خرطتها دي انا حايشه منها حبه، هوريكم هنعمل بيهم ايه. الحبة دول هبدعكهم بملح وفلفل، وببطن بيهم الفرخة قبل ما احط الرز بتاعها. يعني دي بصلة مستوية، التانية هتبقى بصلة نية معاها، والله بتدي ريحة وطعم يا جماعة ملهاش حل. شايفين كده ابتدت تدبل اهي، العين عالية. هبتدي اعمل ايه؟ احط له فلفل اسود، معلقه من الفلفل الاسمر كده، حبه من الكمون مش كتير، نص معلقه صغيره، حبه شايفين قد ايه صغمرين جدا من القرنفل المطحون، وهنحط حبه من القرفه قيمة نص معلقة شاي كده، وابتدي اقلب عشان يتحمصوا مع البصلة شوية. هي معانا كمان تتبيلة فراخ، حبة من تتبيلة الفراخ كده كتروها شوية، وعندي كمان حبة من السبع بهارات اهيت، برضو شوية كده بس مش كتير، يعني حبة كده، لان الرز بتاع الفراخ ده بيحب جدا التوابل، بيحب اوي اوي التوابل. اهي حمص كده كله مع بعضه اهوت. هحط بقى كده مية سخنة من الكتل على طول، دايما دايما تزودي حاجتك بمية سخنة عشان الحاجات بتجرمز كده وبتاخد وقت. احط شوية، ولما احط الرز اعرف اكمل بقية المية قد ايه عشان ما يبقاش المية بتاعتي زايدة. كل ده للبنوتات الصغيرين. شايفين المية بقى بيبقى لونها ايه؟ حتى الفراخ بيبصوا او في الوقت ده كده الرز بيبقى ليه طعم تاني خالص خالص. بس طبعا لما احط الرز هوريكم برضو احنا هنعمل ايه. المية بتاعتنا ابتدت تغلي، يلا بقى الملح، احنا حاطين ملح قبل كده فمش هنحط ملح كتير عشان احنا حاطين ملح في البصلة اهي. هعمل ايه بقى؟ هوريكم انا هعمل ايه دلوقتي. اول ما الميه غليت معايا كده عشان خلاص هحط الرز، بروح حاطه حته من البصله المدعوكه بالملح والفلفل فيه، دي بتدي طعم تاني خالص مع الرز لوحدها كده. اهي كده بقى انا هجيب الرز واحطه.
كده انا هحط الرز. هو انا بحط ساعات هنا قد مثلا 3 او 4 عيدان من الشبت، بس انا ما عنديش شبت، بس بيدي لي طعم حلو قوي. انا هنا بزود الرز بتاعي شويه عشان انا باخد منه للحشو وهو لسه نص سوا، وبعدين بسيبه يكمل بقى عشان ياكلوا بيه بقيه الخضار. اهو برده هوريه لكم مع بعض واحده واحده. يعني انا كده هحطه اهو، لما يجي يوصل لنص سوا اروح واخده منه احشي منه الفراخ، وبعدين اسيبه يكمل سواه بعد كده عادي خالص. طبعا انتوا عارفين ان كوبايه الرز البلدي بتاعتنا عليها الكوبايه عليها كوبايه ميه، لكن لما يكون بسمتي بيبقى الواحده الكوبايه عليها كوبايتين. احنا كده خلاص هنغطي عليه يستوي ياخد راحته، بس اول ما يوصل نص سوا كل شويه نبص عليه اخد منه احشي على طول، ونسيب الباقي يستوي على مهله عشان ناكل معاه الخضار اللي احنا عاملينه جنب الفراخ المشويه. كده هغطي عليه واسيبه بقى يستوي على مهله شويه شويه. بتاعنا بقى هو نص سوا، بصوا كده، بصوا هو كده لسه في يدوبك ميه اهو. هو بص حتى تلاقوا الحبايه بتاعت الرز، شايفين حبايه الرز باينه انها لسه بيضه ناشفه، يعني لسه ما استوتش قوي. ده بيبقى نص سوا. هعمل ايه؟ هاخد منه على قد اللي انا هحشيه للفراخ واشيل الباقي يستوي على مهله خالص. انا هاخد حبه ونقعد نحشي مع بعض. ده كده الرز بتاعنا اهو، انا حاطاه كده عشان خاطر يبرد. انا هوريكم بس انا هحشي اتنين قدامكم والباقي ابقى اكمله انا بعدين مع نفسي، بس عشان اوريهم لكم. بصوا ده ايه، دي بصلايه من اللي انا ضربتها وخدت منها للرز وخدت منها حتى للشوربه، ودي حته انا بالتتبيله بتاعتها برضو ملح فلفل اسود، انا دعكاها بملح وفلفل وحط لها بهارات فراخ وحط لها السبع بهارات دولت. هنعمل بيها ايه؟ دي اللي انا هوريها لكم. انا طبعا الرز بتاعي اهو، انا هوديه كده بعيد شويه، والمهم عندي هي ديت اهم حاجه، وعندي هنا الفراخ اهو اهم حاجه. الفرخه لما تجيبيها من عند الراجل جيبيها في حدود كيلو ونص، ليه؟ على بال ما يشيل الريش والدماغ والرجلين ومصارينها وكله، هتلاقي الفرخة يدوبك هي كده حلوة قوي مقاسها. حد عايز ياكلها لوحدها ماشي، عايز ياكل تقسميها على نصين بالرز والحشو بتاعها ماشي. هنا هنروح سايبين، بنسيبها من هنا كده تبقى مفتوحة ومن هنا تبقى مفتوحة، وطبعا احنا مسلكين الجلد اهوت من اللحم، بس بنخلي الحتة دي تبقى مقفولة اللي هي في الاول هنا دي، ما نوسعهاش اكتر من كده. ليه؟ عشان الرز اللي في الصدر من هنا ما يقعش. كل ده للبنات الصغننين اللي لسه متجوزين جداد. انا هاخد اول فرخه وهوريكم. هنا كمان انا قطع الرقبه بس سايبه الزور بتاعها سليم زي ما هو، عشان وده تقولي للراجل قبل ما تجيبيها قولي له انا هعملها حشو عشان نحشي ده كله. اول حاجه هعملها هاخد البصله بتاعتي اللي انا عاملاها مدعوكها بالملح والفلفل، هاخد كده اول حاجه اروح اللي انا هحشيها الاول اللي هي الزور، هاخده كده اهو واحط جواه حبه من البصل المدعوك ده عشان يبقى مع الرز حلو قوي اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. انا كده هتبل الفرخه كلها كده معاكم. بصوا هدخل برضو بين اللحم والجلد اهوت اعمل ايه، ابتدي ادخل ايدي اهي افرده، شايفين الشكل حتى من هنا اهو اهو كل ده وبين الفخاد الورك هنا اهو، واخد هنا كمان زيها اهي برضو اتبلها كده. البصلة النية دي لما ما بتستوي مع الشوربة والله خطير، انا حاطة منها هي هي في قلب الشوربة برضو اهو. هاخد بقى فاضل عندي القلب، هاخد حتة في القلب كده اهي، وفي الحتة اللي من فوق دي كده وهنا اهي. صدقوني جربوها
والله العظيم هتعجبكم جدا. دي اول واحدة تبلناها، اخد التانية برضو بالمرة، اخد الرزور كده اهو اهو دي حتة، واروح مدخلاها اهي كل ده زي ما احنا شايفين كده اهو. معلش انا ايدي بعيد عنكم. دي كده الرقبة خلاص، اخد بقى عند الرجل اهي، اعمل كده وافتحها من هنا كده اهو، اخش بقى بين الجلد واللحم اهو، بين الجلد واللحم اهي، واتبل برضو كده اهي، كلها اهي اتبلت، كله بقى بيسقي بعضه. وهنا كمان حتة اهي، بس وهي بتبقى باينه حتى وانت بتحشيها كده اهي، باينه قوي من الفلفل الاسمر والتوابل، باينه جدا من تحت الجلد اهي. اهم حاجه ان الحته دي ما تتفتحش منك عشان الرز ما يقعش كله بعد كده. فاضل عندي ايه؟ فاضل القلب بتاعها اهو اهو، برضو بين الريش بتاعتها كده طبعا، ده انا مش هرميه، الباقي ده كله هينزل برضو مع الشوربة. تمام، اخد بقى واحدة واحدة كده، هاخد كده القطعة بتاعتي احطها جنبي، وادي الرز معاها، واخد اول فرخة اهي، واجيب الرز بقى كده. اول حاجة هاخد الرقبة اللي انا هحشيها. بصوا بقى انا بحشي ازاي، زي الممبار تمام اهي، بصوابعي كده اهي. اللي مش هتعرف ممكن تعمل بمعلقة عادي خالص خالص، بس هي كده اسهل واسهل. بتفتحيها وتزقي بايديكي، بس حاولي ان انت ما تملهاش قوي، لان لو مليتيها قوي هتفرقع منك. فين هتفرقع منك؟ في السوا. بصوا اهي، لازم تبقى مبططة كده، لان لسه الرز واخد نص سوا بس، فهينفش كمان. هاجي بقى هنا، هاخد هنا اهو كده بين اللحم والجلد، زي ما احنا عشان عايزاها لسه تبقى واضحه اهو، بين الجلد واللحم اهو الحته اللي هي عند الورك كده، وابتدي احشي اهي. وابتدي افرد فيها الرز كده اهي. بصوا المهم ان هي ما تبقاش مليانه، لو مليانه هتفرقع معاكي على طول اهي لحد جوه. هاخد الناحية التانية اهي برضو اهيت، وهبتدي اخد رز واحط جواها اهي، تمسكيها وسعي لنفسك كده، هتلاقيها ايه الجلدة عفت اهي، شايفين الرز اهو كل ده برضو اوز، شايفين رايح فين؟ حتى من ورا كده فيها اهي اهو، اخد اوزع كده ده كده خلاص. بصوا الصدر مش باين فيه كتير عشان ما تفرقعش الجلده منك، عشان تعرفي تحمريها. فاضل عندي القلب، عندي القلب اهو، اخد بقى كده احشي القلب براحته، ما تخافوش منه لانه ده مش هينزل حاجه، ولا هتخيطي ولا تحطي خله ولا اي حاجه خالص. دي طالما مقفوله هنا مقفول وهنا مقفول، مش هيطلع منك الرز. وهنا بتروحي عامله ايه؟ بصوا بتعملوا ايه، بتجيبي كده طبعا، تخليه دايما يخليها لك مقفوله. هاخد الرجل دي كده، مش هحط التانيه معاها، لا انا هحطها هنا كده، ادخلها في الرجل التانيه كده، شايفين كده؟ استحاله استحاله الرز هيطلع منها، لان دي اول ما هيعمل هتروح دي قافله معاها، وعندنا هنا كمان الجلده دي كده قافله، فما تخافوش منها خالص.
دي اول فرخة عندنا اتعملت. هعمل برضو الفرخة التانية وبعدين اكمل الباقيين براحتي. بصوا اهي نفس الحكاية اهي. هاخد دي اهي. بصوا بسرعة اتحشت اهي. اهي شايفين برضو ومبططة كده، ما تبقاش مليانة قوي. على فكرة دي اطعم حتة في الفرخة، دي بتبقى اطعم حتة لما بتاخديها وتقطعيها كده برزها، بجد خطيرة. اهي ادي دي. هنيجي برضو هنا كده وهاخد هنا اهي. سهلة جدا، سهلة سهلة اهي. شايفين الرز اهو دخل في كل حتة فيها، عند الرجلين من تحت وفي الصدر وفي كل حاجة. اخد الناحية التانية برضو نفس الحكاية. ايد مفيش احسن منها بصراحة، بلا معلقة بلا حاجة اهي اهي. ادي كده الجنب التاني اتحشى، شايفين. فاضل عندي القلب اهو، اكتر منطقة بنحط فيها رز لانها ايه منطقة محمية خالص من المية، فايه مش هتفرقع معانا ولا اي حاجه خالص اهي. انا قلت اوريكم اتنين بس، والباقي بقى طبعا انا اعمله براحتي. بصوا برضو اهي برضو نفس القفله اهي. اقربها هنا كده عشان تشوفوها. بصوا هاخد الرجل دي ادخلها هنا اهي، الرجل التانيه مش هدخلها معاها، ادخلها هنا كده عند الرجلين من هنا كده. عليها قوي كده، صدقوني عمرها ما هتخر، ما تخافيش مفيش حاجة هتنزل منها. انا هاخدكم بقى اكمل بقية حاجتي واخدكم اوريكم برضو وانا بسلقهم ازاي، او هنحط ايه في مية السليق بتاعتها. عايزة اوريكم كمان ان الكبد والقوانص كلها اللي عندي حطيتها معاها حتة من البصل اهي اللي انا متبلاه كله وخلطتها معاه كده اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده، كلها كلها عشان برضو تبقى ايه شربت. انا كنت حاطة عليها بقالها شوية، قلت عشان يشربوا منهم قبل ما نحطهم في الشوربة. في حاجة كمان نسينا نحطها، بصوا انا عندي اللي هو الروزميري ده، انا زرعاه عندي وباخد منه، بحط في كل فرخة منها واحدة يعني كده اهوت مع الرز، حطي واحدة كده برضو بتدي نكهة وطعم خطير قوي قوي، وهحط منها كمان في الشرب. ادي كمان التانية اهي، دي بعد ما قبل ما انت بتقطعي طبعا بتطلعها بتبقى صحيحة، بس بتدي طعم وريحة حلوة قوي. يلا بينا بقى نروح على الشرب ونشوف احنا عملنا فيها ايه. كده خلاص المية بتاعتنا غليت، انا حاطة ايه هنا، حاطة برضو بصل مدعوك بملح وفلفل، حبة من اللي انا كنت عاملاهم واللي حشيت منهم الفراخ. هحط هنا قد 3 عيدان كده من الروزميري في الشوربة مع الفلفل الاسود طبعا والملح، انا حطيت ملح وفلفل وحطيت الروزميري وكل ده مع بعض. هعمل ايه بقى دلوقتي، هروح حاطة الفراخ بتاعتي اهي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بحط الرقبة من الاول عشان هي تلحق تقفل كده، واحطها على وشها ليه؟ عشان كل الجلد ده يقفل يقوم ما يسربليش الا الرز بتاعي. برضو اهيت شايفين اهي اهي، خلاص كده قفلت. وما تحاوليش لو عاملة كمية
من الفراخ ما تحطهمش كلهم في حاجة واحدة عشان ياخدوا راحتهم في المية، ما يفرقعوش ما يلزقوش في بعض، تيجي تشيلي واحدة تلاقي الحتة بتاعتها فرقعت كده. هنا طبعا عندي مكان فاضي، فهحط بقية الكبد والقوانص اللي انا عاملاها اهي كلها، تستوي معاها اهي بالبصل بكله، كل البصل والفلفل اللي انا كنت متبلاها بيه. تمام كده، كده بقى اول ما تستوي ان شاء الله هوريها لكم. وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل صينية بطاطس جنبيها مع الرز طبعا اللي انا سايباه بيستوي دلوقتي، هنغطي عليها بقى كده ونسيبها، انا حاطه لها كل توابلها وحاجتها كلها. تمام، يلا بقى ونشوف هنحضر البطاطس ازاي. عندنا ايه؟ صينيه البطاطس. اول حاجه انا بحب اعملها ان انا اجيب طماطمتين، عشان انا مش بحب الصلصه بس قوي، بس انا بحب الصلصه جدا في البطاطس بتاعتي. بصوا اهي، هفرم كل دولت بالمبشرة عشان مش عايزة قشرة خالص فيها، زي ما احنا شايفين كده هيت كده. كمان انا بحبها جدا ني في ني، بحب الصينية البطاطس والله بتبقى طعمها احلى بكتير من المعمول لها التقلية بتاعتها دي، لا تحرق على القلب كده وبتتعب كده. انا عملت طماطمتين وادي القشر بتاعهم، دي القوطة. هبتدي اعمل ايه كمان؟ هبتدي اخد الصلصة، اخد من الصلصة كده، الصلصة دي اللي احنا عاملينها على فكرة، فاكرين صلصة الطماطم اللي انا عملتها لما كانت الطماطم رخيصة جدا، اللي كانت مضروبة معاها فلفل احمر دي كده، الصلصة مع الطماطم مع ايه بقى؟ البصلة اللي انا كنت دعكاها بالملح والفلفل اهي. كل ده للبطاطس الني في ني. لسه كمان هنحط لها حتة تومة، وهنحط لها كمان حتة فلفلة خضراء اهي. كل ده اتقلب مع بعض اهو. هبتدي اعمل ايه بقى؟ هاخد البطاطس بتاعتي اهي وابتدي ارصها كده، انا بحب ارصها بصراحة، ايوه كده تبقى شكلها حتى وانتي بتقدميها شكل الصينية بيبقى جميل جدا اهي اهي. الواحد لما في حاجة بقى عايزة اقول لكم عليها، لما تجيبوا البطاطس جيبوا البطاطساية اللي لونها ابيض وتلاقيها من بره عليها رمل، مش اللي عليها الطين اللي هي الطامية، لا اللي عليها رمل. اللي عليها رمل دي حلوة في ايه؟ بتبقى ناعمة، بتستوي معاكي بسرعة، دي حاجة. الحاجة التانية لما تجيبي بطاطس برضو ما تجيبيش اللي فيها حتة خضرة او اللي فيها حتة محمرة، لان دي لما تخش على جوجل وتبتدي تبحثي فيها بيقولك ان الحاجة الحمراء دي لون الاحمر او اللون الاخضر اللي بيبقى موجود في البطاطساية، كل ده دي مادة سامة اللي هي بيستخرجوه منها ويعملوها بيعملوا منها مادة سامة للحشرات زي الفيران والحاجات دي كده. خلي بالكوا يا جماعة والنبي، محدش يجيب البطاطساية، او حتى لو انت عندك في البيت ولقيتيها اخضرت لا ارميها، ملهاش لازمة، مش مهم منها خالص، مش مهم خالص خالص خالص، لان هي دي مادة سامة
وبعدين بيرجعوا يقولوا ان الناس ازاي جاتهم، مثلا الناس الله اعوذ بالله عنا وعنكم يا رب، اللي ماتوا بسكتة قلبية واللي ماتوا مش عارفة ايه، كل دي بتبقى من اثر الحاجات اللي بتبقى موجودة في الاكل وفي الحاجات دي. انا عملت صينية بطاطس صغننة خالص جدا علشان احنا طبعا عددنا اقل. هي شكلها بيبقى جميل، بتبقى حلوة. هنزود بقى طبعا احنا الشوربة دلوقتي، هحط عليها الشوربة وهحط حتة من الثوم وهحط حتة من الفلفل الأخضر، عايزاه حامي ماشي، عايزاه رومي اللي هو البارد ماشي بس، وهسيبها تستوي وبرضه هوريها لكم بعد ما تخلص على طول. عايزة اوريكم الرز بتاعنا بعد ما اتشرب واستوى كله على الاخر، اهو اهو خلاص خلص كده. بصوا بقى الشكل بيختلف ازاي، شايفين شكله اهو ده بقى، بصوا مفلفل كمان وجميل ازاي، مش لازق في بعضه مفيهوش مية اهو، شايفين ده الرز بتاعنا بعد ما استوى خالص. يعني انا عملت منه خدت منه هو نص سوا للحشو اهو، شايفين جميل ازاي. دلوقتي بقى هنحط على العين دي نفس البطاطس وهوريكم هنعمل ايه. كده انا حطيت البطاطس على النار اهي، اهي بصوا بقى حته من الثوم اهيت اللي انا في الفريزر طبعا ببقى محافظاه اهوت، صعب قوي التلاجة اهي، وهاخد حته صغننه جدا من الفلفل، حته بس تدي طعم بس، وهبتدي ازود الشوربه بتاعتي اهيت. شايفين هي هتبتدي كمان تغلي معانا اهي، وابتدي اوزعها بالمعلقه. كده البصل والطماطم اهوت، شايفين والله بيبقى ريحتها بقى مش قادره اقول لكم على الريحه بتاعتها. كمان بقى هنحط لها كمان شويه من الفلفل الاسمر زياده شويه كده عشان يديها ريحه وطعم حلو قوي. هيت سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص اهي. دي بقى بص والله والله احلى بكتير من اللي بيعملوا لها بصل وحاجات مقلي كده، ما بقاش في معده تتحمل. دي بقى مع لازم تدعكي البصله بالملح والفلفل بتبقى خطيره. انا هغطي عليها دلوقتي واسيبها تستوي، وان شاء الله هوريها لكم بعد ما تستوي خالص هي والفراخ الجميله بتاعتنا. ادي الفراخ بتاعتنا اهيت، الفراخ المحشيه مع صنبه بطاطس. ادي البطاطس والرز بتاعنا اللي احنا حشينا منه الفراخ، وادي الفراخ المحشيه بتاعتنا. مش قادره اقول لكم بجد بجد ريحتها عامل ازاي، طعمه جدا. بصوا مفيش ولا رزايه خرجت ولا حاجه اتفتحت، زي ما هي كلها مقفوله اهي، زي ما احنا شايفين اهو، شايفين اهي كلها مقفوله، مفيش حاجة وقعت. ما تخافيش اعملي وانت قلبك جامد، ما تخافيش مفيش حاجة هتتفتح ولا هتتعمل. خطيرة خطيرة خطيرة. ودي الفراخ المحشية وصينية بطاطس بالرز، وده الغدا بتاعنا بتاع النهاردة، ويا رب يكون خفيف ويكون عجبكم النهاردة قوي، يكون عجبكم الاكلة والطريقة. والله طريقة الرز دي خطيرة جدا، وطريقة الحشو نفسي بقى تجربوها وتبعتولي في التعليقات وتقولولي ايه رأيكم. يا رب تكون الفيديو خفيف عليكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق، وتقولولي ايه رأيكم فيها وجربوها، وجربوا البطاطس بالطريقة اللي انا عملتها، والله هتعجبكم. خطيرة خطيرة خطيرة، والفراخ اجمل واجمل واجمل. ويا رب يكون انا والفيديو بتاعي خفاف عليكم وتكونوا استفدتوا منه،
وهقول لكم ايه، اشوفكم ان شاء الله في اكله جديده بطريقه جديده، واقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.